معاكم زي ما انتم. يعني حاسه النهارده هنشرح محاضره البايبولار ديس اوردر اند تريتمنت. يعني في بدايه كده عايزين نعرف يعني ايه بايبولار، يعني اضطراب ثنائي القطب. قبل ما ندخل في تعريف البايبولار والكلام ده كله، محتاجين نعرف بس ان البايبولار بيبقى مود ديس اوردر. المود ده حالتك المزاجيه او حالتك النفسيه. حالتي المزاجيه او حالتي النفسيه بنسميها مود. انا مودي حلو، مودي وحش، والكلام ده كله. طيب المود بتاعنا كده ايه؟ لما يبقى نورمال، تمام، بيبقى ايه طالع نازل كده بس بحاجه بسيطه، هو ما بيبقاش ثابت قوي بس اللي هو عارف طالع نازل كده حاجه بسيطه خالص، تمام. لو طالع فوق بيبقى انا مبسوط، لو نازل لتحت بيبقى انا زهقان، بس حياتي ماشيه عادي والدنيا تمام وزي الفل، مفيش حاجه بتاثر بيها قد كده. تمام. لو المود بتاعي عالي جدا، تمام، elevated mood، المود بتاعي عالي جدا جدا، بنسميها مانيا، حاله الهوس، ما فيش حاجه بتاثر فيه خالص. يعني لو اي حاجه حواليه كده، يعني عنده بص دماغه في العلالي، دماغه عاليه جدا، يعني اللي هو ايه ما بيأثرش معاه اي حاجه ومبسوط جدا، بنسميها حاله الهوس. تمام. في حاجه المود بتاعه بيبقى عالي شويه بس اقل من المانيا، بنسميها هايبو مانيا. هايبو مانيا، تمام، يعني المانيا بنسميها حاله الهوس، دماغه في الهوا خالص، طايره خالص كده، وايه ومبسوط جدا، مفيش اي حاجه بتاثر عليه مهما كانت محزنه ومهما كانت اي حاجه. تمام، هايبومانيا. هايبومانيا اقل من المانيا بشويه. المانيا بتاثر على اللايف ستايل، بتاثر على حياته، بتأفكت على حياته، ما بيأديش اللي عليه في حياته كويس. لكن الهايبومانيا هو بيبقى مبسوط بس بيأدي الحاجات اللي عليه. تمام. وكذلك بقى ايه الدبريشن والديستايميا. تمام، الدبريشن المود بتاعه بيبقى قليل، المود بتاعه بيبقى في الارض، بيبقى عنده اكتئاب، بيبقى عنده افكار انتحاريه، حاسس ان هو هيلبلس، لاس، ما لهوش لازمه في الحياه، فعايز يخلص نفسه. تمام. او ديستايميا مزاجه قرفان شويه بس اللي هو ايه، لا لسه يعني ما بيأثرش على حياته. المانيا والدبريشن بيأثروا على حياه الانسان، بيأثروا على اللايف ستايل. اما الهايبومانيا والديستايميا مش بيأفكت اللايف ستايل خالص. يعني انا مبسوط او انا زعلان وقرفان بس انا بحضر محاضرات عادي وبكتب ورا الدكتور او بشوف رأي ايه. تمام كده ان شاء الله يكون تمام. تمام، نيجي بقى للبايبولر. تمام، واه في ايوسايميا اللي هي النورمال. يعني ايه ايوسايميا دي؟ هنعرفها بس قدام كده، هنحتاج الكلمه دي قدام بس نعرفها دلوقتي. ايوسايميا بتبقى الحاله النورمال، بتبقى ايه، بتبقى التايم بتوين تو ايبيزودز. يعني في عندي بيبقى عندي ايبيزودز، يعني في البايبولر عندي ايبيزودز، نوبات كده، نوبات مانيا ونوبات هايبومانيا، نوبات مانيا ونوبات هايبومانيا. الحته اللي في النص دي بنسميها ايوسايميا او النورمال بتاعنا الطبيعي، يعني الجزء النورمال بتاع الطبيعي. تمام، هنعرفه قدام. يعني كده قلنا عندنا مانيا، هايبومانيا، ديبريشن، وديسايميا، وايوسايميا اللي هي النورمال دي، طيب اللي هو الجزء النورمال او الوضع الطبيعي، الجزء اللي هو ايه الفتره اللي الانسان بيكون فيها طبيعي. تمام. نعرف بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، نصلي على النبي. بسم الله. بايبولار ديس اوردر ده بيبقى مود ديس اوردر، الحاله المزاجيه بتاعتي بتبقى فيها، حصل فيها ديس اوردر، الحاله النفسيه بتاعتي حصل فيها ديس اوردر. بايبولار ديس اوردر هو اضطراب ثنائي القطب. تمام، لما قلنا اضطراب ثنائي القطب اي حاجه في الحياه بيبقى ليها قطبين، قطب موجب وقطب سالب. هنا في البايبولار بتاعنا عندنا القطب الموجب بيبقى ايه؟ مانيا، تمام، حاله هوس، دماغه في العلالي كده. تمام. القطب السالب بيبقى ديبريشن. ماشي. انا هو مش راضي يكتب دلوقتي بس هنعديها يعني. تمام، بيبقى عندي القطب الموجب مانيا والقطب السالب ديبريشن، وما بينهم ايه بقى؟ ما بينهم جزء كده اللي هو ايوسايميا اللي هو النورمال. تمام، هو مود ديس اوردر ذات الترز بيأفكت بقى ايه، بيتغير. تمام، الترنيتنج، ما هو بيتغير، يعني جزء ديبريشن وبعدين جزء نورمال وبعدين مانيا، ديبريشن نورمال مانيا، الترنيتنج كده. تمام، بس هو المود ديس اوردر بيغير ايه بقى؟ بيغير الفيلينج والصوت والبيهيفير، المشاعر والافكار والبيهيفير، التصرفات بتاعتي، البرسبشن، الحواس بتاعتي. تمام، بتتغير. يعني انا لو مبسوط يعني افعالي وانا مبسوط هتتغير، يعني افعالي هتبقى وانا مبسوط غير وانا مكتئب. تمام، فهي بتختلف يعني. تمام، within episodes of mania and depression. تمام، يعني عندي episodes of mania، عندي episodes of mania، نوبات من المانيا، يعني اهو نوبات من المانيا وبعد كده نورمال، نوبات من الدبريشن، نوبات من المانيا ونورمال بعد كده نوبات من الدبريشن. تمام، وكده واحنا ماشيين. تمام، ان البايبولار ديس اوردر دي زمان كان بيسموها مانيك ديبريشن، كان بيسموها ايه؟ مانيك ديبريشن، يعني جزء مانيا جزء ديبريشن، جزء مانيا وجزء ديبريشن. تمام، وما بينهم نورمال. تمام، جزء مانيا، ما هو بس ناخد بالنا بس انها بتبدا بالديبريشن الاول. تمام، هنعرفها ليه قدام. تمام، جزء ديبريشن وجزء مانيا، جزء ديبريشن وجزء مانيا، كانوا بيسموها مانيك ديبريشن لان عباره عن نوبتين مختلفتين، حالتين مزاجيتين مختلفتين. تمام، واحده مانيا وواحده ديبريشن، اللي هو ايه، واحده دماغه عاليه قوي، واحدة ايه ما مكتئب وحزين وحاسس ان هو ملوش لازمة في الحياة. كلينيكال برزنتيشن بقى بيجي لي بقى ايه، يعني احنا بنعرفه اصلا كوملي دايجنوزد بتوين ايج بقى ما بين 18 ل 24 سنة في الادلت. تمام، بيبان في الادلت. ايبسودز اوف مانيا بيجي بنوبات مانيا، هايبومانيا،
تمام، ميكسد وديبريشن. ميكسد دي بتبقى عامله شبه البايبولر، هو البايبولر احنا قلنا البايبولر بتبقى حبه ديبريشن ديبريشن ومانيا، مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن، ما بينهم ما بينهم يوسيميا اللي هي النورمال، تمام. اما الميكسد ده بتبقى مانيا وديبريشن لكن ما فيش بينهم نورمال خالص، تمام. بيحصلوا الاثنين في نفس الوقت، مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن كده، تمام. وعندي مانيا ابسود، عندي نوبات من المانيا، هايبومانيا، ميكسد وديبريشن. كده عرفنا البايبولر ديس اوردر، تمام. بايبولار ديس اوردر مود ديس اوردر بيغير في الفيلينج والصوت والبيهيفير والبرسبشن. وعندي ابسوس اوف مانيا اند ديبريشن، كان بيسموها قبل كده مانيك ديبريشن ان كلينيكال برزنتيشن، بتحصل ما بين 18 و 24 سنه. عندي ابسوس اوف مانيا، هايبومانيا، ميكسد وديبريشن. وقلنا المانيا المانيا بتأفكت اللايف ستايل، وديبريشن بتأفكت اللايف ستايل، اما الهايبومانيا والاي والهايبومانيا والديسايميا مش بتأفكت اللايف ستايل خالص. الحته دي مهمه جدا. عندي سب تايبس للبايبولر، البايبولر ده بيبقى عندي سب تايبس ليه، انواع، بعض الانواع ليه، تمام. عندي بايبولر ديس اوردر 1، تمام. عندي النوبات قلنا البايبولر، في عندي مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن، تمام. دي واحده، مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن، تمام. فالوضع الطبيعي النورمال بتاعه بيبقى مانيا وديبريشن، ديبريشن ومانيا ابسودز اوف ديبريشن ومانيا، نعتبرها ايه، هي الكلاسيك فورم بايبولر ديس اوردر 1، الكلاسيك فورم بايبولر، كلير مور كلاسيك فورم، تمام. قلنا كلير ابسودز اوف ديبريشن اند مانيا، تمام. بايبولر ديس اوردر 2 بقى بيبقى اقل شويه، بتبقى ليس انتنس، بتبقى اقل شويه، تمام. بيبقى فيها ايه، اوفن ان اورجانيزد مانيك فيزس، الهايبومانيا، الهايبومانيا بتبقى اقل من مانيا شويه، تمام. هايبومانيا ان الايه المود بتاعه بيبقى اقل شويه، تمام. السايكلوسيميا، السايكلوسيميا سايكلو يعني سايكل، سايميا المود، تمام. ده بتبقى ايه، سايكلز كده ورا بعض، تمام. من عباره عن ايه، هايبومانيا وديبريشن، تمام. تغيرات في المود، هايبومانيا وديبريشن، هايبومانيا وديبريشن، بس بتحصل ايه لمده سنتين، بتبقى كرونيك مود، كرونيك مود اوف هايبومانيا اند ديبريشن، تمام. وهي عرضه اكتر ايه، السايكلوسيميا، تمام. بيبقى عرضه اكتر لانه يتحول لنوع اخطر، تمام، اكثر خطوره. يعني قلنا اوفن ايفولفز انتو امور سيريس سايد، تمام. يعني كده قلنا البايبولر 1 ديبريشن ومانيا اللي هو الكلاسيك فورم، تمام. اما البايبولر 2 بيبقى هايبومانيا، السايكلوسيميا، الهايبومانيا وديبريشن، تمام. قلنا في عندي النوع الرابع بايبولر ديس اوردر نوت اذروايز سبيسيفيك، نوع غير محدد، بيبقى لارجست جروب انديفيدجوالز، تمام، اللي هو معظم الناس، يعني بتبقى ايه نوت سبيسيفايد، سبيسيفايد مش محدد يعني، تمام. يعني عندي بايبولار ديس اوردر 1، بايبولار ديس اوردر 2، سايكولوسيميا، بايبولار ديس اوردر، نوت اذروايز سبيسيفيك، تمام. نيجي بقى ندخل في المانيك ابيسودز، ما احنا عندنا عمالين نقول مانيا ودبريشن، مانيا ودبريشن، بقى ندخل بقى في المانيا، تمام. نوبه المانيا دي اللي هو الانسان بيكون حاله الهوس، حاله الهوس، تمام. بتبقى ديستنكت بيريد اوف ابنورمالي اند بريزيستلي، اي بتبقى فتره محدده بيحصل فيها حاجات ابنورمال كده ومستمره، زي ايه بقى، بنسميه اليفيتد واكسبانسيف وإريتابل مود. إليفيتد إن المود بتاعه بيبقى عالي جدا، أهو إليفيتد مود، تمام. المود بتاعه بيبقى عالي جدا، إكسبانسيف ممتد لفترة معينة، إريتابل مش ثابت قوي، تمام، أو بيبقى فيه حاجة حساسة كده شوية، تمام. بيستمر لمدة أسبوع أتليست، يعني على الأقل لازم يستمر لمدة أسبوع. أهم حاجة بس الثلاث أوصاف دول، إليفيتد، إكسبانسيف، إريتابل مود، بيستمر لمدة على الأقل لمدة أسبوع، تمام. في الفترة دي بقى بيحصل بقى إيه، لازم يحصل ثلاثة على الاقل ثلاث اعراض من الاربعه اللي موجودين دول، تمام. لو اربعه المود بيبقى اريتابل، تمام، المود بيبقى اريتابل، تمام. الاعراض دي بقى ايه، لازم يحصل فيها على الاقل ثلاث اعراض، تمام. انفليتد سيلف استيم اور جرانديوستي، يعني عنده ثقه عاليه جدا في نفسه، ثقه عاليه جدا جدا جدا، يعني يقول لك انا ملك الدنيا، انا اللي ما فيش حد بيعمل، يعني بص عنده عظمه جدا يعني، تمام. وجرانديوسلي، تمام. ديكريز نيد اوف سليب، مش بيحتاج ينام، تمام، يعني بيحتاج ينام فتره قليله جدا، تمام، لانه عنده هاي باور، تمام. ريسنج ثوتس اور فلايتس اوف ايديا، بيبقى عنده تسارع في الافكار، تسارع في الافكار، بيبقى عنده تسارع في الافكار جدا، يعني بيتكلم، ممكن يبص عنده افكار كتير جدا، يعني هو اصلا بيبقى ايه، يعني هو هوس بقى ونوبه هوس ونوبه، يعني هايبر اكتيف قوي، تمام. بيبقى عنده افكار كتير جدا وفلايت اوف ايدياز، تمام. عشان كده هو يعني ايه، يعني تعتبر حرب افكار جوه دماغه، افكار كتير 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 جدا بتيجي في دماغه، تمام. عشان كده هو بيتكلم بتلاقي بروشر سبيتش، السبيتش بتاعه، الكلام بتاعه مضغوط، يعني هو ممكن يقول لك فكره او هو يتكلم في حاجه وبتلاقي مره واحده كده تلاقيه نط في فكره تانية، تمام.
تمام، ملهاش علاقة بالموضوع بتاعك خالص. تمام، فعشان كده ايه اللي هو ايه يعني ممكن إيه ده اللي بيسبب ان هو بيعمل سيركمستانشياليتي وتانجانشياليتي. سيركمستانشياليتي اللي هو واحنا بنتكلم بيلف يلف 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 لما تيجي تسأله على حاجة ويوصل، وبعد كده في الآخر يبقى يجاوب لك اي على الموضوع اللي انت سألته عليه. تمام، تانجانشياليتي اللي هو بيلف يلف لما تيجي تسأله على حاجة بيقعد يلف ويحكي في تفاصيل ملهاش دعوة بالإجابة بتاعتك مع ان الإجابة محددة. تمام، بس ما بيوصلش الإجابة في الآخر خالص. تمام تمام الملك ابيسود elevated expansive irritable mood بيستمر على الاقل لمده اسبوع. تمام، لازم يحصل على الاقل 3 اعراض: inflated self esteem او grandiosity، decreased need for sleep ما بيحتاجش ان هو ينام قد كده، pressured speech، racing thoughts or flight of ideas. تمام، بسبب كده برضو بقى بيحصل له تشتت، عنده pressured speech و flight of ideas بيحصل له distractibility، بيحصل له تشتت distractibility. تمام تمام عشان كده reduce concentration يعني تركيزه ما فيش تركيز. تمام، انا increase in goal directed activity. تمام، زياده في الدايركت اكتيفيتي، بيبقى عنده هايبر اكتيفيتي قوي سوشيالي او ات ورك، اي هتلاقيه بيتحرك كتير، تلاقيه بيتكلم كتير وكده، اور سيكشوالي، سيكشوال هايبر اكتيفيتي، عشان كده ممكن يسبب جرائم. تمام تمام اكسسيف انفولفمنت ان بريجبل اكتيفيتيز، بيدخل في اكتيفيتيز كتير، بيحس ان هو يعني بيحشر نفسه في حاجات كتير قوي بتسعده هو، بس هو مش بيتحمل ليها اي عواقب، يعني مش بياخد في باله اي عواقب قيمه ليها. تمام، ذات هاف هاي بوتنشال فور بينفل كونسيكونسز، يعني ده يعني معنى الكلام ده كله ريسبونسابيلتي، هو مش مسؤول. تمام، يعني هو بيدخل في اي حاجه وما بيلقيش اي بال لاي عواقب بتحصل بعد كده. زي بقى ايه engaging in unstated buying his peers، يعني ممكن يبيع شقته مثلا ب 10,000 جنيه مثلا. تمام تمام يبيع شقته وبعد كده يروح بقى ايه، يروح يستثمرها في حاجات تافهه، يعني يشتري بيها لعب، يشتري بيها لبان، يشتري بيهم اي حاجه، foolish business investment. تمام، ممكن يحصل sexual in this ماشي سيكشوال، ممكن جرائم اعتداءات والكلام ده كله وهو مش بيلقي لها بال. تمام، هو بيبقى مبسوط كده بس للاسف بيبقى لها عواقب غيمة، يعني ان هو يبيع شقته او ويشرد عياله والكلام ده كله ويبيعها بسعر زهيد، بيبيع اي ممتلكات معاه بسعر زهيد او بحاجه كده اللي هو عادي ممكن يوزعهم عادي، ومثلا بيروح يستثمرها في حاجات بسيطه ملهاش لازمه. تمام تمام وبيبقى في اعتداءات والكلام ده كله، فايه فبيبقى في عواقب غيمة لكل الحاجات دي كلها. significant stress or impairment in function، قلنا المانيا والدبريشن بيأثروا على اللايف ستايل، بيأفكت اللايف ستايل. هنا بنتكلم على المانيك ايبيسود، النوبة المانيا. تمام، فهو هنا بيأفكت على اللايف ستايل. تمام، ما بيعرفش يأدي حياته الطبيعية بسبب بقى، لازم نتأكد ان الكلام ده كله نوبة المانيا دي مش بسبب سبستانس ابيوز، ان هو مثلا بيتعاطى مخدرات او حاجة نوت ديو تو سبستانس ابيوز، او بسبب ميديكيشن، بسبب ان هو ما بيتعاطوش مثلا بيشرب مخدرات او حشيش او الحاجات دي كلها. تمام، او بسبب ميديكيشن، بسبب دواء او الحاجات دي، او بسبب جنرال ميديكال كونديشن زي الهايبر ثايرويديزم. هايبر ثايرويديزم احنا عارفين بيبقى عنده، بيبقى هايبر اكتيف وهاي ميتابوليك ريت والحاجات، ويعني هو بيبقى نشيط جدا جدا جدا. تمام، فناخد بالنا بس اللي هو ايه، مش بسبب سبستانس ابيوز او ميديكيشن او جنرال ميديكال كونديشن زي الهايبر ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم دي مهمه قوي. تمام تمام السيمبتومز بتاعه، ذا سيمبتومز دونت ميت كرايتيريا فور ا ميكسد ايبيسود. ميكسد ايبيسود دي بقى اللي هو النوبه بتبقى ميكسد، اللي هي بتبقى مانيا وديبريشن بيبقى مع بعض بيحصلوا في نفس الوقت، انما مانيا وديبريشن مع بعض بيحصلوا في نفس الوقت. تمام، احنا قلنا عليها قدام بس هنعرفها برضو بعد كده. تمام، ناخد بالنا بس كده المانيك، ممكن الدراجز او مثلا هو احنا بنقول هنا يعني ايه، لازم ناخد بالنا ان هو بس مش بسبب سبستانس ابيوز او ميديكيشن او جنرال ميديكال كونديشن، لان الحاجات دي كلها ممكن تعمل لي مانيك لايك ايبيسود. تمام، زي الانتي ديبريسنت تريتمنت، يعني عندي ديبريشن، هنا عندي ديبريشن اهو. تمام ماشي، هو انا زي ما الرسمه كده عندي ديبريشن، انسان وضعه الطبيعي يعني المود بتاعه نازل تحت اهو. تمام، المود بتاعه نازل لتحت، فانا بدي انتي ديبريسنت دراج ليه، ادويه مضاد للاكتئاب ليه، عشان ترفع لي المود بتاعي لفوق للوضع الطبيعي لحد النورمال هنا. تمام، فلما اديت دراجز تمام فاخدت المود بتاعي وطلعت بيه لفوق وعملت لي مانيا. تمام، عملت لي مانيا، فبسبب ايه بقى، ان رفعت المود بتاعي لفوق. تمام، مانيك، فعملت لي مانيك لايك ابيزودز، مش مانيا بس هي مانيك لايك ابيزودز بسبب انتي ديبريسنت تريتمنت او ماشي. تمام، بسبب ادويه مضاده للاكتئاب فرفعت المود بتاعي عالي فخلت فيه مانيا. تمام، مانيك لايك ابيزودز ار كليرلي كوز ذا واي انتي ديبريسنت تريتمنت شودنت كاونت. ماشي، ما هو المانيك لايك ابيزودز ما اعتبرهاش باي بولر ديس اوردر، باي بولر 1 اللي هو الكلاسيك الطبيعي اللي بيبقى فيه مانيا وديبريشن. تمام، المانيا دايما بتيجي مع ديبريشن، المانيا دايما بتيجي مع ديبريشن،
مانيا عمرها ما تيجي لوحدها. ناخد بالنا يعني، تمام. المانيك لايك ايبيزودز، المانيك لايك ايبيزودز ما نعتبرهاش باي بولر، باي بولر ما نعتبرهاش. ليه؟ لانها بسبب انتي ديبريسنت تريتمنت، بسبب ادويه مضاده للاكتئاب، تمام. دي اللي ناخد بالنا منها، تمام. سايكوتيك فيتشرز بقى، المانيا ممكن يجي معاها، بيجي معاها في الوضع الطبيعي المانيا ما بيحصلش معاها سايكوتيك فيتشرز، لكن لما بيحصل سايكوتيك فيتشرز، تمام، زي الهلوسينيشن والديلوجن، ده بيكون في السيفير كيسز بتاعت المانيا، تمام. زي بقى ايه، بناخد مود كونجريانت هالوسينيشن، عندي هالوسينيشن وعندي ديلوجنز، دي سايكوتيك فيتشرز، تمام. مود كونجريانت هالوسينيشنز، هالوسينيشن متناسبه مع المود، تمام. يعني لو انا مبسوط فيعني المود بتاعي بيبقى عالي او كده، تمام. انا في مانيا المود بتاعي بيبقى عالي ومبسوط والحاجه دي كلها، تمام. بحس بقى لو بيشوف بقى في المانيا هنا، في الهالوسينيشن بتاعه بيشوف بقى، عشان احنا هنا في مانيا بيلاقي بيسمع اصوات بتكلموا عن السبيشال باور بتاع اللي هو انا بطلع نار من بقي، انا بشوف الناس اللي في الاوضه التانية او الكلام ده كله يعني، تمام. او فيجوال هالوسينيشن زي اللي هو بيشوف ملائكه، بيقول لك انا بشوف ملائكه، تمام. قلنا مود كونجريانت دولوشنز، تمام. عكس الكونجريانت، ان كونجريانت هنعرفها تحت. مود كونجريانت دولوشنز، ديلوشن بيشوف اوهام، زي الجرانديوس، جرانديوس ديلوشن، حاسس بالعظمه وكده يعني، زي يقول لك انا نبي، انا امير، انا بتاع، والعظمه لله يعني، تمام. بيشنت ويز ديلوشن ديس اوردر بقى جرانديوز تايب، عنده لونج لاستنج جرانديوز، جرانديوز جرانديوز دي مستمره شويه، تمام، ولكن مش مانيك فيتشر، تمام، مش مانيك فيتشر. وما عشان نفرق ان ده ديلوشن بس ولا ده مانيا، تمام. فعشان نفرق مثلا، ما هو بتاع الديلوشن ده بيبقى لونج لاستنج جرانديوز، جرانديوز دي بس ملهاش دعوه، ما فيش معاها اي حاجه خالص، ما معهاش اي مانيك فيتشر زي البريشر في سبيتش اللي احنا قلنا عليها، وريسنج صوتس الافكار بتاعته متسرعه، وفلايت اوف ايدياز يعني اللي يقول لك انا الملك، انا البص، انا هنا يعني، انا ما فيش حد قدي، والكلام ده كله، حاسس بعظمه بس ما فيش مانيك فيتشرز، ما فيش حاجات بتدل على المانيا، اللي هو التصرف، الافكار، الحاجات اللي احنا قلنا عليها فوق، تمام. سام مانيك بيشنت، بعض الناس المرضى اللي هم عندهم مانيا، تمام، عندهم ايه، ديلوجنز او بيرسكيوشنز اند ريفرنس، تمام. الاشخاص اللي عندهم مانيا مش عندهم جرانديوستي بس، في مانيا ديلوجنز في المانيا جرانديوستي، ممكن يكون عنده بيرسكيوشن، حاسس باضطهاد، حاسس ريفرنس، حاسس ان الناس كلها بتبص عليه، ما فيش اللي هو بيشاور عليه هو، او هو يعني ايه، يقول لك هو بيعتبر نفسه هو محور المكان بس، هو او ما فيش حد بيركز الا معاه هو، تمام. نيجي بقى في الميكسد ايبيزود اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي بتبقى عباره عن مانيا وديبريشن مع بعض بيحصلوا في نفس الوقت، مانيا وديبريشن مع بعض بيحصلوا في نفس الوقت، تمام. لازم تستمر لمده اسبوع على الاقل، اسبوع او اكتر من اسبوع بيحصل مانيا وديبريشن مع بعض، تمام، بيحصلوا في نفس الوقت، نيرلي افري داي، بيحصلوا كل يوم، تمام، بيحصلوا كل يوم، بيحصلوا في نفس الوقت وكل يوم، يعني كل يعني ايه، ما فيش نورمال في النص، طالع نازل طالع نازل، مانيا ديبريشن، مانيا ديبريشن. ده الميكس، المانيا بيبقى اوفر اكتيف، اوفر توكتيف، يعني مانيا عندي مانيا اوفر اكتيف واوفر توكتيف، تمام. بيشنت ويز هاف ات ذا سيم تايم ديبريسيف، ماشي، هو عنده اعراض المانيا اللي هو اوفر اكتيف واوفر توكتيف، وعنده اعراض الديبريشن اللي هو سيوسايد، عنده سيوسايدال ايديا، يعني هو بيتحرك بيتكلم كتير بتاع، لكن عنده افكار انتحاريه في نفس الوقت، تمام. فده ديبريشن، تمام. فنعتبرها باي بولر ديس اوردر 1، لان الباي بولر ديس اوردر 1 مانيا وديبريشن بس مع اختلاف، بس اللي هو ايه، الميكس ابيسود بتبقى ما فيش بينهم نورمال، اللي هو ايوسايميا اللي احنا قلنا عليها، تمام. لكن الباي بولر ديس اوردر 1 بيبقى مانيا وديبريشن، بيبقى فيه ايوسايميا في النص، تمام. تمام. كاركترستيك اوف هايبومانيا بقى، هايبومانيا اللي احنا قلنا انها بتبقى اقل من مانيا شويه، بس مش بتافكت اللايف ستايل بتاعه، فيلينج اوف كرياتيفيتي. المانيا احنا قلنا في المانيا انفليت سيلف استيم، سيلف استيم جرانديوستي، بحس الجرانديوستي، تمام. في الهايبومانيا مفيش سايكوتيك فيتشرز او سايكوتيك سيمتومز زي الجرانديوستي اللي هو الديلوشن والهالوسينيشن والكلام ده كله، لان الهايبومانيا تعتبر اصلا حاله طبيعيه شويه، هي مش طبيعيه قوي بس اعلى من الطبيعيه شويه، تمام. بس مش حاله سايكوتيك يعني، فيلينج اوف كرياتيفيتي، حاسس بالكرياتيفيتي، دونت وري اباوت بروبلم سيريسلي، مش بياخد في باله الامور بجديه قوي، تمام. حاسس ايه يعني، اللي هو مفيش حاجه توقفه، فيلينج از اف ناثينج كان برينج يو داون، مفيش حاجه توقفه، تمام. عنده كونفيدنس ان يعني عنده ثقه عاليه في نفسه، بس ثقه اللي هو برده بس واعي وبيأدي حياته الطبيعيه والكلام ده كله. الثانيه في المانيا كان ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كان سيلف ستيم بتاعه عالي، تمام. تمام. سيميلر تو مانيا اكسبت هايبومانيا از ليسر انتنسيتي، المانيا شبه الهايبومانيا بس الهايبومانيا بس بتبقى ايه، اقل شويه، اقل شويه، مش بتافكت اللايف ستايل، تمام.
نو سايكوتيك فيتشرز، ما فيش هنا جرانديوستي. تمام، سايكوتيك فيتشرز في المانيا يعني نعتبر ان الادلوجن والهالوسينيشن جرانديوستي كانت في المانيا، فهنا ما فيش جرانديوستي، فهنا ايه، ما فيش سايكوتيك سيمتومز. تمام، هنا مش بتأفكت، مش بتأفكت الهايبومانيا، مش بتأفكت اللايف ستايل، ويز فانكشنال وزاوت فانكشنال اند سوشيال امبيرمنت، يعني بيمشي عادي في وضعه الطبيعي، يعني بيأدي حياته الطبيعيه كما تنبغي يعني. تمام، لو مش بتأفكت عليها، لكن المانيا بتأفكت عليها. كاركترستكس اوف ديبريشن بقى، حاسس انه مكتئب، شخص مكتئب، فحاسس ايه يعني، انه مش سعيد، هيلبلسنس، هوبلسنسنس، حاسس ان هو ملوش لازمه في الحياه، حاسس بذنب، جلت. تمام، وبتجي له افكار سلبيه كتير. تمام، الكاركترستكس بتاعتها بقى بتبقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بينام اكتر من الوضع، اكتر من الطبيعي. تمام، فيلينج، حاسس ان هو تعبان، كراينج، بيعيط، يعني ما بيعرفش يتحكم في عياطه، بيعيط باي لاي سبب او لوحده كده. تمام، withdrawing from activities you once enjoyed، اللي هي انهي دنيا، ما كانش يعني الحاجات اللي هي كانت بتبسطه ما بقتش تبسطه. تمام، للاسف يعني. تمام، and staying in bed for days، بيقعد في السرير لفترات طويله. تمام، weight loss او weight gain، على حسب بقى يعني ايه قلبت معاه، ان هو بدا ياكل كتير او ما بقاش ياكل خالص. تمام، دي ام اس 4 هي حاجه بنقسم عليها في السايكاتري، يعني حاجات بتقسمها. تمام، هذا ليست اوف سيمتومز 5 اور مور، خمسه او اكتر. تمام، ديورينج، يعني دي حاجه يعني تقسيمات مهمه، مراجع مهمه يعني للسيكاتري، هم كانوا بيقسموا عليها، يعني بيقول لك لازم يحصل 5 اعراض او اكتر من الاعراض بتاعه الدبريشن دي، بتستمر لمده اسبوعين على الاقل. تمام، تستمر لمده اسبوعين. تمام، يعني ممكن ينام، يعني مش لازم الاعراض كلها، بس لازم ايه على الاقل 5 اعراض تحصل عشان يكون نقول ان هو عنده دبريشن. تمام، 5 اعراض، ما هو كان في المانيا 3 اعراض او اقل، في المانيا كان 3 اعراض او اكتر، او اكتر من 3 اعراض يعني. تمام، لو الاربعه كانوا المود بيبقى اريتابل. تمام، لكن هنا في ديبريشن لازم بس 5 اعراض او اكتر. تمام، على الاقل بيستمروا لمده اسبوعين، في المانيا كان بيستمر لمده اسبوع. هنا بيقارن لي ما بين التشيلدرن والادلت، المانيا بالتشيلدرن والادلت. تمام، بيقول لي ايرلي اونست اوف باي بولر، يعني ايرلي اونست بتاع الباي بولر والليت اونست. الايرلي اونست بتبقى في التشيلدرن، والليت بتبقى في الادلت. الادلت انا ما بخافش منها، الادلت اللي هم الناس اللي هم بين 18 ل 24 سنه اللي احنا قلنا عليهم المعظم يعني فيهم. تمام، لكن التشيلدرن لما بتيجي في التشيلدرن بتبقى مختلفه شويه، ليه بتبقى صعبه شويه. ليس ايفيدنت ذات كلاسيك ذات ار ذا كلاسيك سيمتومز اوف مانيا، مش عارف حدد دي مانيا ولا لا، يعني في الاطفال بتيجي شويه، لما بتيجي ما بعرفش حدد دي مانيا ولا لا، لان لما بتيجي في الاطفال بتبقى اريتابيليتي، بيبقى عنده تهيج، بيبقى في ديبريشن، ازاي مانيا وديبريشن فالاتنين مع بعض، مش عارف. تمام، قلنا ليك اوف مود رياكتيفيتي، ليك اوف مود قله التفاعل المزاجي، مش معاك، هو مش معاك يعتبر، يعني قلنا ريجكشن سنسيتيفيتي، دايما معترض على كل حاجه، اريتابيليتي، ديبريشن، ليك اوف مود رياكتيفيتي، ريجكشن سنسيتيفيتي. تمام، فهنا لما بتيجي في التشيلدرن ما بعرفش احدد دي مانيا ولا لا، او يعني مش عارف احدد، مش عارف اشخصها، مش عارف ادجنوز ليها يعني. تمام، تمام، ايفالويشن فيشن بقى، لما البيشنت بيجي لي لازم ايه، يعني اقيم البيشنت عشان اعرف يعني اشخص صح، اعرف شخص صح، واعرف دي بايبولا، اعرف دي مانيا ولا لا. تمام، قلنا ميك شور، لازم يعمل شور انه اذر ميديكال كونديشن زي الهايبر ثايرويديزم اللي احنا قلنا عليها. تمام، او ولازم اتاكد برضو ان مفيش سبستانس ابيوز، اللي هو بيرفورم فيزيكال اكزامينشن، بتاكد برضو ان مفيش سبستانس ابيوز عامله لي المانيا دي. تمام، وتروما اوف برين، بتاكد برضو ان مفيش تروما في البرين عامله لي المانيا دي. تمام، بتاكد ان في سيجرز، مفيش سيجرز اوردر، بشوف لو في سيجرز اوردر اللي مسببه المانيا دي ولا لا. تمام، عشان المانيا بيبقى في المانيا احيانا بعض انواع المانيا كده بيجي معاها، بسم الله الرحمن الرحيم، ايبليبسي، بيجي معاها اعراض شبه الايبليبسي، فبتعمل لي سيجرز عشان جاي. تمام، فبشوف بسبب ده ولا لا. تمام، عشان اعرف اشخص ان دي مانيا، نوبه مانيا صح ولا دي بسبب ايبليبسي او حاجه تانية. تمام، 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 بميك شور نو اذر ميديكال كونديشن بتسبب المود والصوت ديس اوردر. تمام، بيرفورم فيزيكال اكزامينشن، بشوف لو في بوسيبيليتي اوف سبستانس ابيوز، لو هو بياخد سبستانس ابيوز بشوف مكان الحقن او الحاجات اللي هو بياخدها، بشوف لو في تروما في البرين مأثره على البرين وعامله المانيا دي. تمام، بشوف لو في سيجرز ديس اوردر هي اللي مأثره لي وعامله لي المانيا. ثلاثه، بيرفورم المينتال هيلث ايفالويشن، بشوف اللي هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، القوة العقلية بتاعته، بحدد القوة العقلية بتاعته، هو هل هو الصحة العقلية بتاعته كويس ولا لا. تمام، زي mental health status examination MSE. تمام، بأسس المود وكوجنيتيف ابيليتيز، بأسس المود وكوجنيتيف ابيليتيز، المود اللي هو لو في مانيا ولا ديبريشن. تمام، كوجنيتيف ابيليتيز بشوف المهارات العقليه بتاعته، السيفتي اوف انديفيدجوالز، لو بشوف اللي هو عشان لو هو عنده افكار انتحاريه
او لو هو يعني بحاول احافظ ان انا باخده اصلا، بعرف ده كله عشان احافظ على المريض من ان هو يؤذي نفسه او يؤذي الناس اللي حواليه. تمام، اكزامين فورم اوف سايكوزس بشوف لو فيها هلوسينيشن او ديليوجن. تمام، المانيا بيجي معاها ايبيليبسي، دي تبع السوشيال ديس اوردر اللي كانت فوق. تمام، سبجكتيف اكسبيرينس اوف بيشنت، ان هو ماشي الخبرات بتاعت البيشنت يعني ايه اللي كان هو بيعمله او هو بيعمل ايه في حياته، ممكن تكون مثلا عرضه ان هو يصاب بمانيا او حاجه زي كده يعني. تمام، قلنا فاميلي سايكاتريك هيستوري، بشوف دي بتبقى مهمه قوي، الهيستوري مهم جدا 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 في السايكاتري معانا هنا. تمام، فالهيستوري باخد من الفاميلي، لو مثلا بابا يعني مصاب او مامته او حاجه جينيتك في العيله يعني بصرا بتسبب ان هو مثلا يعني عرضه ان هو تخليه ان هو عرضه انه يحصل له حاجه زي دي. تمام، الهيستوري مهم جدا جدا. البريفلنس بقى بتاعه ان الميل في الفيميل ما فيش فرق ما بينهم. تمام، بيجي في كل الاعمار، البريفلنس اكتر حاجه من 18 24 سنه اللي هم الناس الادلت. تمام، بيقول لي هنا فيري ليتل داتا اباوت كيدز اند تينيجر، اللي هو ان هو بيجي في المعظم، ما هو بقى دي على اساس ان هو بيجي في الادلت، فهو بيجي في يعني بيبقى قليل في الكيدز والتينيجر اللي هو الناس اللي هي المراهقين اللي اعمارهم ما بين 12 و 18 سنه. تمام، فيرست ديجري ريليتيف، لو حصل حاجه في عيلته زي ما احنا قلنا الفاميلي هيستوري بيبقى مهم برضو، ان مثلا لو في حد في عيلته مصاب بحاجه زي كده او يعني حد في عيلته حصل له حاجه يعني مصاب جينيتك، الحاجات الجينيه اللي هي بتاثر ان هو يكون عرضه لاكتر لحاجه زي دي. تمام، فيرست ديجري ريليتيف اللي هو بابا ومامته اخواته عمته حاجه زي كده. تمام، انسان بتسبب بيكون عرضه، بتزود معدل حدوث مانيا او ديبريشن اي حاجه عموما يعني. تمام، اي حاجه مرت في السيكاتري لو حصل، لو في حد في العيله مصاب بحاجه زي دي فاحنا بنسال على هيستوري عشان نتاكد بس لو هو عرضه لحاجه زي دي ولا لا. تمام، بيأفكت 1% من الادلت يعني. تمام، هنا لينك تو ديسترب الكتريكال اكتيفيتي ان ذا برين، بتاثر على كهربه المخ. تمام، المانيا بتاثر على كهربه المخ لانها بتاثر على اللايف ستايل عموما يعني، فمش بتاثر على كهربه المخ اكيد هتاثر يعني. تمام، قلنا الكورس بتاعه بنقول بقى الكورس بتاعه الانيشال سايكل بتبقى تيبيكالي شبه الميجور ديبريسيف ديس اوردر. الميجور ديبريسيف ديس اوردر اللي هو اكتئاب بس، اكتئاب بس ملهوش دعوه بالبايبولر. تمام، البايبولر بيبقى عباره عن مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن ومانيا، ديبريشن ومانيا، ديبريشن ومانيا، مانيا وديبريشن، مانيا وديبريشن، حبه فوق وحبه تحت، لكن الميجور ديبريسيف ديس اوردر بيبقى ديبريشن بس، ديبريشن على طول. تمام، الانيشال سايكل بتبقى شبه الميجور ديبريسيف ديس اوردر اللي احنا بنقول عليها. تمام، وبعد كده ميجر ماشي بيجي بقى بيحصل ريكفري، ريكفري ما هو احنا كان مانيا ديبريشن. تمام، ديبريشن وبعدين مانيا، ديبريشن وبعدين مانيا، ديبريشن وبعدين مانيا. تمام، بيجي له يحصل له ريكفري في النص. تمام، وبعد كده يرجع تاني ريلابس. تمام، وبعدين رابت سايكلينج بقى، السايكل اللي احنا بنشتغل عليها دي اللي احنا عمالين نرسمها من الصبح، فايه رابت سايكلينج، رابت سايكلينج بيجي له 4 ابيسود في السنه رابت سايكلينج. تمام، الترا رابت سايكلينج من 5 ل 364 ابيسود في السنه، يعني ابيسود كل يعني ابيسود نوبه كل يوم، نوبه كل يوم. والترا التريديان سايكلينج اكتر من 365 نوبه في السنه. تمام، اللي هو ممكن يجي له نوبتين مرتين في اليوم او ثلاثه او كده يعني. تمام، طيب ربنا يعينهم بصراحه يعني، ربنا يشفي كل مريض. بايبولر ديس اوردر الحاجات الديفيكالتيز بقى اللي بتخلي بتصعب عليا ان انا اشخص ده بايبولر، زي مثلا في التشيلدرن والدوس انتو بريجنسي، عشان احنا قلنا في التشيلدرن والمراهقين اللي هم التينيجر بيبقوا يعني قليلين. تمام، بتبقى حاجه كده رير فيهم شويه. تمام، التشيلدرن بيبقى فيها هايبر اكتيفيتي از ذا موست كومن، ما هو في التشيلدرن فوق كانت موجوده ديبريشن بس يعني ايه، هنا هايبر اكتيفيتي از ذا موست كومن. تمام، ما هو لما يحصل ديبريشن وهايبر اكتيف سوا فبتخلي بتصعب عليا ان ايه ان انا اشخص ان ده باي بولر. تمام، يحصلهم سوا. تمام، هايبر اكتيفيتي از ذا موست كومن ميك باي بولر، باي بولر ديس اوردر بقى ديفيكالت تو داينوس. تمام، تشيلدرن هايبر اكتيف از ذا موست كومن هنا. تمام، ان الالدوسن التينيجرز يعني بقى ايه السيمتومز بتبقى زي شبه الاذر سايكوزس لكن ماشي ميبي بريزنتد، بيبقى فيه سبستانس ابيوز. تمام، المانيا ممكن هو مثلا يحصل له مانيا فيروح يابيوز حاجه معينه، يشرب حاجه. تمام، فلما يجي الاقي الاعراض بتاعه ان هو شارب مخدرات او الكلام ده كله او واخد حاجه معينه فاذهب اتعقله، فيعني اقول ايه ان ده بسبب سبستانس ابيوز وخلاص. تمام، فما اعرفش اشخص ان ده مانيا او بايبولا، اشخص ان ده بايبولا عموما يعني. تمام، تمام، فكان بريزنت ويتش ميك دايجنوزس از ديفيكالت. تمام، قلنا البريجننسي برضه بيبقى الدنيا بتبقى صعبه شويه، بلاننج الدنيا بتبقى صعبه في البريجننسي. ليه؟ لان الست الحامل
يعني لازم تبقى في ادويه معينه، اختار الادويه بعنايه عشان ما تاثرش على الجنين. قلنا بلاننج اوف بريجنانسي از ان اسيستي بيكوز اوف ميديكيشن رابيد سايكلينج، ماشي، بسبب الميديكيشن. الميديكيشن بتاعتنا قلنا لازم يختار ادويه معينه عشان ما تاثرش على الجنين. وممكن في الست الحامل برضو يحصل رابيد سايكلينج. رابيد سايكلينج تمام، بتحصل رابيد سايكلينج كود اوكيور نون ديفيكالتي children وتينيجر الادوسنتس يعني تمام. والبريجنانسي بتاثر يعني بيبقى فيهم حاجات صعبه بتخليني ان انا ما اقدرش احدد بالظبط ان ده بيبولر ولا لا، او مانيا ولا لا. تمام، children هايبر اكتيفيتي ذا موست كومون. الادوسنت الجزء المهم بس سبستانس ابيوز، اللي هو ممكن يكون بسبب سبستانس ابيوز فيحصل ميس دايجنوز في النص يعني تمام. والبريجنانسي عشان الميديكيشن بتاعت البريجنانت وومن عشان البيبي ما يتاثرش بس. تمام، وات كوز بايبولر، ايه الاسباب اللي تسبب بايبولر؟ مفيش سنجل كوز بتاثر بتسبب بايبولر، مفيش حاجه سبب معين واحد بيأثر بيسبب البايبولر. لكن طبعا هي بتبقى حاجات كده ميكس عباره عن جينيتك وبيولوجيكال فاكتور والكلام ده كله. تمام، هنا عملوا ابحاث والحاجات ماشي، وايه وقالوا بسبب بقى ايه؟ بسبب لقوا ان هو ممكن بسبب ايه بقى؟ بسبب اوفر سكريشن اوف كورتيزول اند ستريس هرمون. اوفر سكريشن اوف كورتيزول اند ستريس هرمون. تمام، اكسسيف انفلوكس اوف كالسيوم انتو برين، يعني هنا بسبب ان الكورتيزول والستريس هرمون بيبقى عاليين، الكالسيوم بيبقى زيد في البرين بيبقى عالي جدا. تمام، ابنورمال هايبر اكتيفيتي ان بارت، بيبقى فيه بقى حاجات مختلفه كده، بيبقى عنده هايبر اكتيفيتي في اجزاء معينه وعنده لو اكتيفيتي في اجزاء معينه من البرين، لان هم هنا عملوا دراسات على البرين يعني ودرس البرين فبين ان هو فيه هايبر اكتيفيتي في بعض الاجزاء من البرين وفي لو اكتيفيتي في بعض الاجزاء. هايبر اكتيفيتي فيها بقى اللي هو ايه، حصل الهايبر اكتيفيتي في الايموشن والموفمنت والكوردينيشن طبيعي، فتخلي مانيا بقى اللي هو عواطف بقى والدنيا دماغه رايحه منه خالص. تمام، لو اكتيفيتي يوز كونسنتريشن واتنشن اللي هو تركيز ومتشتت، اتنشن انهيبيشن جادجمنت. تمام، هايبر اكتيفيتي ولو اكتيفيتي. هايبر اكتيفيتي جزء المانيا واللو اكتيفيتي جزء الدبريشن اللي هو يعني ايه مش واخد باله خالص. تمام، تمام نقدر نقول عليها كده. تمام، هاو سيريس از بايبولر ديس اوردر، ايه مدى خطوره البايبولر؟ تمام، ريسك فاكتور بقى ممكن ياثر بقى ايه، ريسك فور سويسايد ممكن يخليه عرضه ان هو ينتحر. ثينكينج بيأثر على الثينكينج والميموري بروبلمز. تمام، بيأثر على السبستانس ابيوز، بيعمل لي سبستانس ابيوز يخليه عرضه ان هو يدمن حاجات تانية. تمام، يدمن مخدرات الحاجات دي. تمام، بيأفكت على اللافد وانز اللي هو عيلته والناس اللي حواليه وايكونوميك بيردن عبء اقتصادي. تمام تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، كده ندخل نقول بس كده ان شاء الله يعني الصفحه دي سهله جدا ما تخافوش. ريسك فور سويسايد من 15 ل 20% من البيشنت اللي بيعانوا البايبولر اوردر ما مش بي يعني مش بيتلقوا العلاج الكويس. تمام، اللي هم مش بيتلقوا العلاج الكويس او مش ما فيش حد مهتم بيهم لعلاج البايبولر. تمام، بايه كوميت سويسايد، بينتحروا للاسف يعني. تمام، عملوا في 2001 استدي، عملوا بقى ايه بايبولار ديس اوردر، لقوا ان البايبولار على البايبولار ديس اوردر 1 الناس اللي هي عندها بايبولار ديس اوردر من النوع الاولاني اللي هو جزء مانيا وجزء ديبريشن. تمام، لقوا ان 50% من الناس تمام ارتكبوا السويسايد، انتحروا للاسف يعني. تمام تمام، يعني قلنا الناس اللي هي مصابه بايبولار بايبولار 1 تمام 50% منهم لما عملوا استدي لقوا ان 50% انتحروا خلال طبعا الدبريسيف ابسود، لو نوع بيبقى عندي مانيا وعندي ديبريشن. تمام، فطبيعي في الدبريسيف احس ان هو مالوش لازمه في الحياه فهينتحر طبيعي. تمام، عندنا بيشنت ويز ميكسد مانيا بقى اند بوسيبل وين از ماركت اريتابيليتي اند برونيا، بيبقى في ميكسد مانيا اللي هو الشخص حبه ديبريسيف حبه مانيا وحبه ديبريشن بس ما فيش نورمال ما بينهم. تمام، بحس اللي هو بقى ايه، بحس ان في اريتابيليتي في تهيج في برونيا اللي هو برده حبه مانيا وحبه ديبريشن وكده يعني. تمام، ما اخدش بالك قد كده ما متضايقوش قوي في الحته الصعبه دي. تمام، قلنا مين يونج تشيلدرن، في الاطفال اللي هو الناس لما بيجي اقل من 18 سنه في التشيلدرن عموما البايبولر بيبقى سيفير، بيبقى صعب شويه عليهم. ليه؟ لان احنا قلنا في الادلت بتبقى تبيكال حاجه طبيعيه احنا عارفينها، لكن بتيجي في الاطفال صعبه شويه. تمام تمام، زين ان ادلت قلنا بيبقى سيفير ال سيفير ال زين اور ادلتس ويز ديس اوردر. تمام، دي الحته دي مش مهمه ماشي، يعني قلنا بتاثر على ريسك اوف سويسايد ماشي، خطوره ان هو عنده بايبولر، ريسك فور سويسايد ان هو ممكن ينتحر، ثينكينج اند ميموري بروبلم. تمام، بيقولوا ان الناس اللي هي عندها مشاكل عندها البايبولر بيكون عندها مشاكل في الشورت اند لونج تيرم ميموري. تمام، بتاثر على الشورت واللونج تيرم ميموري، ما بتذكرش بشكل كويس وما بتحتفظش بالمعلومات بشكل كويس، عنده مشاكل في السبيد انفورميشن بروسيسنج، مشاكل في معالجه المعلومات. تمام، انه يفهمها بالسرعه العاديه بتاعته، لا مفيش سرعه عاديه، يا اما بطيء يا اما سريع. تمام، منتال فليكسيبيليتي
تبقى دماغه يعني الفلكسبيليتي بتاع دماغه شويه، لو هو مرن شويه او يا اما بيبقى قافل يا اما بيبقى مرن عموما يعني. تمام. قلنا ميديكيشن يوزد فور بايبولار ديس اوردر، الميديكيشن بتاعت البايبولار هي احيانا بيقول ان ممكن تكون السبب في الابنورمالتيز بتاعته اللي هو في مانيا او في ديبريشن او الكلام ده. تمام. وفي بعض بيقول ان محتاجين بيقول ان احنا محتاجين ابحاث اكتر عشان نتاكد لنا الموضوع، تاكد لنا ده ان هي الميديكيشن بتاعت البايبولار ديس اوردر هي سبب الابنورمالتيز اللي بتحصل او في حاجه زي دي. تمام. سبستانس ابيوز بقى، سيجاريت سموكنج اللي بيبقى منتشر ما بين البايبولار بيشنت. تمام. شرب السجاير بيبقى منتشر ما بين الناس اللي عندها بايبولار. تمام. خصوصا الناس اللي هي عندها سيفير سايكوتك سيمتوم. وبعض الخبراء بيقول لك بقى ان النيكوتين يوز اللي هي موجوده في السيجاريت، تمام، ممكن تكون سيلف ميديكيشن، بتكون هي الدواء بسبب ايه، عندها سبيسيفيك افكت اون ذا برين، حاجات بتاثر على البرين. تمام. ماشي. اكتر من 60% من البيشنت اللي هو عندهم بايبولار ديس اوردر بيتعاطوا مخدرات او اشياء تانية. تمام. ابيوز اذر سبستانس، بيشرب كحول، الكلام الكحول زي الكحول مارجوانا وكوكايين في فتره معينه من المرض بتاعهم، في عند نقطه معينه من المرض بتاعهم بتلاقي عندهم ابيوز لحاجات تانية، ابيوز سبستانس. تمام. افكت اون لافد وانز بقى، لانه بيبقى صعب على الناس اللي حواليه، على عيلته على مراته على عياله او الكلام ده كله، ان هم even the most loving families it is very difficult often even the most loving families والcare giver الناس اللي حواليه برضو او الناس اللي بتديله الرعاية صعب عليهم ان هم يبقوا objective، اللي هو ناس شخص موضوعي، ان هو ايه لما كان بيقول لك هيكون شخص موضوعي، يعني مثلا لو جالك مريض ايدز ما تحبطهوش والكلام ده كله وتعامل مع المرض وخلاص. تمام. او بتعاطف معاه يعني. تمام. بيبقى صعب عليهم الناس اللي حواليه او اللي هم بيدوا له رعايه لو كان في مستشفى او حاجه زي دي ان هم يبقوا موضوعيين معاه. تمام. او يتعاطفوا معاه يعني. ليه؟ لان هو دايما بيعمل فوضى، كرييت كوز. تمام. بيعمل فوضى حواليه، بتبقى بيريدكلي مستمره وانكسبك يعني مش متوقعه في اي وقت ممكن يعملها. تمام. فبيبقى صعب عليهم ان هم يتعايشوا مع حاجه زي دي. تمام. اوفن فاميلي برز سوشيال الينيتد، يعني بيحاولوا يبعدوا عن يعني بيحاولوا ينفروا منه شويه ويبعدوا عنه. تمام. او بيخبوا الحقيقه عن الاشخاص اللي حواليهم ان هو عنده منتال إلنس. تمام. تمام. وبيكتموا على الموضوع ده، قلنا كونكل ذس انفورميشن فروم اكوينتيسز الاقارب والمعارف، يعني بيكتموا على الموضوع ده وبيحاولوا يخبوا الموضوع ده عن كل الناس اللي حواليهم. تمام. الايكونوميك بيردن، لان هم بيعملوا كوستس كده، تكاليف اقتصاديه بتبقى ممكن دايركت او اندايركت. لازم بيأذن بس معلش. نكمل. قلنا ايكونوميك بيردن بيحملوا الدوله اعباء اقتصاديه كبيره جدا زي دايركت كوستس وان دايركت كوستس. زي ايه بقى؟ من دايركت كوستس بحاجه دايركت يعني. تمام. البيشنت كير، ان هو يدي اهتمام للبيشنت. تمام. والسويسايد، ان الانتحارات اللي بتحصل او مثلا ان الشخص يكون عنده ميول للقتل فبيعمل فقد، يا اما هو بينتحر يا اما بيحاول يقتل اللي حواليه. تمام. انستيتيوليزيشن اللي هو بيأسسوا مؤسسات او مستشفيات عشان تستقبل وبتدي رعايه للناس دي. تمام. اندايركت كوستس زي بتعمل لوست برودكتيفيتي، ما بيبقاش حد ينتج او يعني بنفقد شخص، بنفتقد شخص منتج في الدوله دي. تمام. انفولفمنت اوف كريمينال جاستس سيستم، لا اله الا الله، الجرائم اللي بتحصل يعني بسبب القتل، يعني ايه دايركت بسبب السوسايد. تمام. اندايركت بسبب الجرائم القتل اللي بتحصل. تمام. قلنا في الميجور سيرفي قلنا 13% من البيشنت ما عندهمش تامين صحي ان هم يقدروا يتعالجوا على نفقه، يعني يتعالجوا عند بالتامين الصحي بتاعهم. تمام. و15% فبيتعالجوا، اللي ما عندوش تامين صحي ده بيتعالج على نفقته الخاصه. تمام. في 15% بقى ما عندوش القدره ان هو يتعالج خالص ولا يستقبل اي علاج خالص. تمام. كوموربيديتي بقى، الامراض اللي بتيجي مع الباي بولر. تمام. اون اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتيز اوردر اللي هو اي دي اتش دي، مرض فرط الحركه، بيبقى من 60 ل 80%. تمام. دي ممكن تيجي ام سي كيو اللي هو اكتر حاجه، اكتر مرض يعني اللي بيجي كوموربيديتي مع الباي بولر اللي هو اي دي اتش دي. تمام. قلنا اوبوزيشن ديفيانت ديس اوردر اللي هو او دي دي، وفي عندي كوندكت ديس اوردر سي دي. تمام. اللي هو دي او دي دي بقى اللي هو مرض العناد، بيبقى شخص متحدي. تمام. ديفيانت بيبقى متحدي، اوبوزيشن متحدي ضدك، دايما ضدك، بيبقى انكو كوبريتيف مش متعاون بس دايما ضدك، يعني او دي دي. تمام. وكوندكت ديس اوردر عرفناها في محاضره قبل كده. تمام. سبستانس ابيوز ده ماشي، الاو دي دي والسي دي بيبقى من 70 ل 75%. سبستانس ابيوز ممكن عشان نعرف يكون حاجات مسببه المانيا، مثلا المانيا ابيسود بتاعتها سبستانس ابيوز. تمام. تمام. ما احنا بنقول قلنا ان احنا برضو نتاكد ان المانيا مثلا حصلت زي دي بسبب سبستانس ابيوز او بسبب جنرال ميديكال كونديشن زي الهايبر ثايرويديزم وكده يعني. تمام. والمانيا لو جالي شخص بمانيا
لو جالي شخص بمانيا بعرف بمانيا مانيك ابيزودز بعرف ان هو بايبولر على طول، تمام، من غير ما استنى الدبريشن، لان المانيا لازم يجي معاها دبريشن، لكن لو جالي دبريشن فايه بتاكد بس بعد كده ان في مانيا بتحصل او كده. تمام، دي حاجه نعرفها يعني. تمام، يعني كده الكوموربيديتي اي دي اتش دي واو دي دي وسي دي. تمام، قلنا السبستانس ابيوز وانكزايتي اوردر يجي له حاله قلق. تمام، قلنا يبقى البايبولر بقى مانيا. تمام، بايبولر اوردر الجزء المانيا بتاعه اللي احنا قلنا عليه بيبقى مور توكاتيف زان يوجوال، بيتكلم كتير، قلنا بريشر تو كيب توكينج، عنده بيتكلم كتير وعنده افكار متسارعه، وبريشر تو سبيتش، قلنا ديستراكتابيلتي دايما متشتت، لو كونسنتريشن طبعا يعني، قلنا انكريزنج لو جول دايركتد اكتيفيتي، بيبقى عنده هايبر اكتيف، هايبر اكتيف في السوشيالي وسيكشوالي، وممكن يعمل جرايم بسبب كده. تمام، قلنا سايكو موتور اجيتيشن، سايكو موتور، تمام، سايكو موتور اجيتيشن، قلنا حالتي النفسيه سايكيك ستيج، سايكيك ستيت، الحاله النفسيه بتاثر على الموتو ستيت، يعني لو انا سعيد بتبقى طبعا يعني ايه هتعامل كويس شويه بتاع، ما اعرفش اتكلم مع الناس عادي، لو انا مش لو انا يعني حالتي النفسيه وحشه فتمام مش هتكلم، فيعني حالتي النفسيه بتاثر على السلوك بتاعي. تمام، سايكو موتور اجيتيشن، ضايق او اضطراب. تمام، الاي دي اتش دي اوفن توكس اكسسيفلي، الشخص اللي هو عنده فرط حركه. تمام، ايه في ديستراكتد، طبعا بيبقى ديستراكتد عالي جدا. تمام، بسبب بسبب استيمولاي من بره، بسبب استيمولاي من بره، اكسترينيوس استيمولاي، بسبب مؤثر خارجي، خارجي از اوفن اون ذا جو، اوفن اكت از اف دريفن باي ا موتور، ان هو في حد يعني اللي هو في حد ايه ان في حد دايما بيدفعه يعني ان هو يشتغل يعني. تمام، تمام، ما كانت موجوده في محاضره قبل كده، هي نفس التعبير يعني، اون ذا جو ودريفن باي ا موتور. تريتمنت اوف بايبولر، نيجي التريتمنت بقى بيبقوا فور فيز بروسيس. تمام، يعني عنده اربع فيز. تمام، بندخل بقى عشان اعالجه يعني. تمام، بدايه كده بايفالويشن اند دايجنوز اوف بريزنت سيمبتوم، ايفالويشن بحدد هو يعني اعرف هو في انهي ايبيسود. تمام، بحدد حالته، ولان كل واحد له شخصيه مختلفه فالعلاج بتاعه بيبقى مختلف، يعني شخصيتي غير شخصيه غيري. تمام، وكل واحد بيجي باعراض مختلفه شويه، يعني مش بعرض مختلفه الشخصيه بتاعته بتحدد العلاج بتاعه. تمام، اند دايجنوس اوف بريزنتنج سيمبتومز، اعرف هو في انهي بصوت، في مانيا ولا في ديبريشن. تمام، يعني ايفالويشن اند دايجنوس اوف بريزنتنج سيمبتوم، يعني احدد هنا عشان العلاج بتاعه اشوف شخصيته المختلفه والاعراض اللي هو جاي بيها. تمام، احدد العلاج بتاعه ودايجنوسس وبريزنتنج سيمبتوم، قلنا اكيوت كير طبعا وكرايزيس ستابلايزيشن، اديله الرعايه التامه. تمام، وكرايزيس ستابلايزيشن عشان لازم يعني اكون متمكن واعمل كنترول على الحاله اللي معايا. تمام، فور سايكوزس، الافكار بتاعه السايكوزس والسويسايدال وهوميسايدال ايديز، عنده بيبقى عنده افكار انتحاليه وعنده انتحاريه وافكار للقتل، فلازم لازم لازم والافعال بتاعته يعني لازم ايه يعني يكون عندي كنترول كامل يعني اتحكم فيها. تمام، عشان احافظ عليه على نفسه، احافظ عليه على نفسه تمام من السويسايد، واحافظ على الناس اللي حواليه من القتل. تمام، موفمنت ماشي، بحاول يروح للريكفري بتاعه يعني يخف شويه. تمام، موفمنت توورد فور ريكفري، بحاول ان هو يخف، بديله علاجات واديله واتعامل معاه بالاساليب العلاج المختلفه عشان انه يخف. تمام، فروم ديبريست اور مانيك ستيت. تمام، قلنا اتينمنت بقى، ولما بيخف او لما بيحصل له ريكفري بيحاول ان هو يفضل في الحاله الطبيعيه بتاعه. اتينمنت اند مينتيننس اوف يوسايميا، الحته ما هو كان مانيك وديبريست وبعدين يوسايميا، يوسايميا الحته اللي هو سليم فيها، اللي هو بيحصل له يعني بيبقى بيرجع فيها بالوضع الطبيعي اللي هو ويل ستيت، اللي هو التايم ما بين تو ايسوز. تمام، اللي هو مانيا وديبريشن. تمام، اتمنت يعني بعمله ايفالويشن ودياجنوزس، باخد بالي منه وبحاول ان انا اديله علاجات عشان يحصل له فور ريكفري، لما بيوصل للريكفري بحاول اخليه في اليوسيميا، يوسيميا اللي هو الوضع الطبيعي بتاعه يفضل في النورمال. تمام، تمام، الحته اللي تحت ملهاش لازمه عادي. قلنا التريتمنت بقى تريتمنت امبيشنت كير، باسس البيشنت وبشوف الوضع اللي هو فيه عشان اديله العلاج المناسب بتاعه، ودياجنوزك كونديشن برضه عشان اديله العلاج المناسب بتاعه واشوف هو في انهي بيسوس. تمام، انشور سيفتي عشان احافظ على المريض من نفسه واحافظ على الناس اللي حواليه. تمام، ذيس كير از نيسيسري فور سايكوتيك فيتشرز اند سويسايدال هوميسايدال ايديز، ما هو بحافظ عليه من سايكوتيك فيتشرز ديبريشن و مانيا، مانيا ودبريشن. تمام، الحاجات اللي بتحصل والديلوشنز وال اسمه ايه الهزانيش والديلوشن اللي بتحصل، وبحافظ عليه من سويسايد اللي هو ان هو يقتل نفسه او ينتحر يعني او يقتل الناس اللي حواليه. تمام، دي الانشور سيفتي. ماشي، انتي ديبريسنت ثيرابي، انتي ديبريسنت ثيرابي هو لما بيجي بيحصل له ديبريشن ايبيسودز بديله انتي ديبريسنت ثيرابي، بس الانتي ديبريسنت عندي قلنا زي ما قلنا ايه ما اقدرش اعتمد عليها بس، لانها ممكن تعمل ماني مانيك لايك ايبيسودز. تمام، نوبات شبه المانيا. تمام، تمام، فبضطر ان هو يبقى، واحنا قلنا ان هو طالع نازل، طالع ثواني معلش دي غلط، طالع نازل،
طالع نازل، تمام. قلنا هو طالع نازل فالمود بتاعه مش ثابت، فبحاول ادي مثبتات للمود اللي هو مود استابلايزر. مود استابلايزر زي الليثيوم كربونيت، الصوديوم داي داي فالبريكس، فالبريكس تمام، وكربا كربامازيبين، كربامازيبين، كربامازيبين تمام. ليثيوم كربونيت ماشي، مش مهم الاسامي قوي يعني، ما تدقوش في الاسامي معايا والنطق معايا، بس ايه المود ستابلايزر دي مهمه جدا 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 جدا. تمام، انتي سايكوتيك ايجنت، بحاول يعني ان هو السايكوزيس اللي هو عنده ديلوجن وهلسونيشن، فبدي انتي سايكوتيك ايجنت زي ريسبردون اللي هو وهالوبيريدول. ريسبردون من السكند جنريشن وهالوبيريدول من الفيرست جنريشن. الحاجات دي خدناها في محاضره الاسكيزوفرينيا. تمام، مود ستابلايزر ليثيوم كربونيت، صوديوم ديفلوبريكس، تمام، قلنا كربامازيبين، تمام، انتي سايكوتيك ايجنتس زي ريسبردون وهالوبيريدول. تمام، قلنا الكترو كونفالسيف سيرابي، قلنا اي سي تي تمام، امبيشنت بيزس، بيكون بقى بدي موجات كهربائيه شويه عشان في سيفير كيسز. تمام، ان البيشنت بقى بيحتاج فيها ان هو بيبقى هوسبيتاليزيشن، بيفضل في المستشفى. وطبعا الالكترو كومبالسيف ثيرابي بتكون فاستر اكتر من الميديكيشن، تمام، لكن هي يعني هي حل سريع، لكن مش يعني دايما برضو بحتاج ميديكيشن معايا. تمام، ميديكيشن ار ستيل ريكوايرد ان مينتيننس فيز اوف ذا تريتمنت. تمام، يعني هي حل سريع لكن مش دايما، مش هي الحل الوحيد اللي لازم امشي عليه، لازم امشي على الكترو كومبالسيف ثيرابي تمام زي ما احنا قلنا، ولازم معايا ميديكيشن. تمام، بتبقى فاستر طبعا. بيبقى هوسبيتاليزيشن ليه بقى؟ يعني هوسبيتاليزيشن لان في بيبقى ميموري لوس، بيحصل ميموري لوس بيفور اند افتر تريتمنت. ميموري لوس بيفور اند افتر تريتمنت الكترو كومبالسيف ثيرابي في سيفير كيسز، وبيحصل هوسبيتاليزيشن عشان بيبقى في ميموري لوس بيفور اند افتر تريتمنت. والالكترو كومبالسيف ثيرابي بيبقى فاستر طبعا، ومازال بيحتاج ميديكيشن، بياخد من 3 ل 8 سيشنز. تمام، نيجي بقى للجدول الجميل بتاع المود استابلايزر. تمام، ممكن بقى اديله الادويه المود استابلايزر الميديكيشن بتاعتها. تمام، ممكن ادي الدواء لوحده او كومباينيشن. تمام، او مثلا ايه، ببدا بقى باخد بالقاعده بتاعه بتاعت ايه، ستارت لو جو سلو، بدي جرعه صغيره وبستمر بالراحه، ما بديش يعني ما بديش كل يوم وجرعات كبيره وكده. تمام، المود استابلايزر بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده عندنا ايه، ليثيوم كربونيت، ليثيوم كربونيت، صوديوم ديفلوب بروكس، تمام، وعندي كربامازيبين وجابابنتين ولاموترايجين وتوبي توبي رميت توبي رميت توبي رميت. تمام، نبدا بالليثيوم كربونات. الليثيوم كربونات، الليثيوم دايما بيحب يبوظ الكدني، الليثيوم دايما بيكره حاجه اسمها الكدني. تمام، فبيعمل لها انيوريسيس، انيوريسيس تمام، انيوريسيس ده اللي هو يورينري ان كونتيننس، اللي هو ما بيقدرش يتحكم في البول بتاعه. تمام، وبيدويتنج يعني تبول ليلي، انيوريسيس يعني تبول ليلي. تمام، قلنا ليثيوم كربونات، ليثيوم كربونات اللي هو ليسوبيد او اسكاليس سي ار، ليسوبيد او اسكاليس سي ار. تمام، قلنا ليثيوم، ليثيوم اي حاجه اخرها ليس الا اي تي اتش، الا اي تي اتش. تمام، ليسوبيد او اسكاليس سي ار، دي تقريبا الاسماء التجاريه. ليثيوم كربونات، ليثيوم كربونات بيعمل ايه، ليثارجي بيعمل خمول وبيعمل سيديشن. تمام، قلنا ليثارجي وسيديشن، ليثارجي وسيديشن. تمام، بيعمل خمول وبيعمل سيديشن اللي هو بيهدأ شويه. تمام، ممكن يعمل تريمور بعض المرعشات اللي هو كومن ادفيرس افكت. معلش عشان حسيت ان الدنيا باظت شويه، معلش. الليثيوم كربونات عندي بقى بنعرف في كل دواء المود ستابلايزر بتاعه، نعرف الكومن ادفيرس افكت وبنعرف الدوزز والسبيشال كونسيرن. تمام، قلنا الكومن ادفيرس افكت، قلنا الليثارجي خمول وسيديشن وبعد من التريمور رعشات وانيوريسيز اللي هو تبول ليلي. تمام، ويت جين بقى، ويت جين اللي هو على حسب ان هو بياكل بيسبب ويت جين، ممكن يعمل هايبو ثايرويديزم في من 10 في 10 ل 15% من البيشنت. تمام، تمام، مش الليثيوم كربونات. تمام، بيعمل ليثارجي سيديشن انيوريسيس، انيوريسيس دي اهم حاجه، ممكن يعمل هايبوثايروديزم، هايبوثايروديزم قلنا الليثيوم دايما بيكره الكدني، بيروح يبوظ الكدني، بيعشق ان هو يبوظ حاجه اسمها الكدني. تمام، فبيعمل بوليوريا وبوليديبسيا. بوليوريا اللي هو كميه اليورين بتاعته بتبقى كبيره. تمام، وبوليديبسيا ان هو دايما بيبقى عطشان. فايه علاقه العطش باليورين، يعني الكميه بتاعته ايه علاقه العطش هنا؟ فهنا لما بيبقى عنده بوليوريا دايما اي ميه بيشربها بتنزل في اليورين. تمام، فدايما بيبقى عطشان، دايما بيبقى محتاج ميه تنزل. تمام، فلما في بوليوريا طبعا يعني فبيحصل انيوريسيس، يعني في يورين كتير، دايما يورين رايح نازل على طول كتير كتير كتير، فطبيعي ممكن يحصل يعني ما يقدرش يتحكم في حاجه زي دي فيحصل انيوريسيس. تمام، وبوليوريا وبوليديبسيا اللي هو دايما في يورين كميه كبيره ودايما عطشان، فبتعمل
تعمل دايبيتس، دي من اعراض الدايبيتس، لكن هنا دايبيتس انسيبيتس، لان مش بسبب ان حاجه مثلا الانسولين بوز اللي هو تايب 1 دايبيتس او تايب 2 دايبيتس اللي هو حصل ريزيستنس للريسبتورز بتاعه الانسولين، ده بتبقى دايبيتس انسيبيتس اللي هو سكر كاذب، تمام. وممكن يحصل بس هايبو ثايرويدزم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الصوديوم بقى، صوديوم ديفالبروكس اللي هو فالبروك اسيد. تمام. صوديوم ديفالبروكس اللي هو فالبروك اسيد اللي هو ديباكوت وديباكين. زميلنا كان عامل التسكيمه دي، تمام، الله يبارك له يعني. تمام. قلنا الصوديوم، صوديوم الديب الشرير، نيجي نسكمها الصوديوم الديب الشرير. قلنا الصوديوم، صوديوم ديفالبروكس، ديفالو ديفل اللي هو الشر، تمام، فهو الشرير يعني. تمام. قلنا الصوديوم والشرير، قلنا دي بقى انه ديباكوت وديباكين، ديباكوت وديباكين، الصوديوم دي بالشرير، تمام. قلنا الصوديوم ديفالبروكس، تمام. كومن ادفيرس افكت، بيعمل سيديشن، تمام. وبيعمل بليتلت ديسفانكشن، يعني الليثيوم بيأثر على الكدني، كلهم بيعملوا يعتبر سيديشن، تمام، وبيعمل بليتلت ديسفانكشن. وليفر ديزيز، ليفر ديزيز، وبيعمل ويت جين، ليفر ديزيز، تمام. هنا الصوديوم برضو بيأثر على الليفر، الصوديوم دايما بيأثر على الليفر، وبيعمل بيأثر على الليفر وبيأثر على البون مارو، بيأثر على الليفر بيأثر على البون مارو. الليثيوم بيأثر على الكدني، اما الصوديوم بيأثر على الليفر والبون مارو، فعشان كده بيعمل ايه، ليفيتد ليفر انزايم وليفر ديزيز، وبيعمل بون مارو سبريشن، تمام. حتى مهمين برضو، بيعمل بليتلت ديسفانكشن، بيأثر على الليفر، ما هو الليفر البليتلت مصدر تصنيع البليتلت في الليفر، فبيأثر على الليفر، تمام. قلنا كربميزابين اللي هو تيجراتول، الحاجات دي ماشي. الاربع ادويه اللي تحت دول هم، لما كنا قلنا في بعض انواع من المانيا بتاخد، بيجي عندها اعراض زي الابيليبسي، تمام، فايه هنا بقى، ايه هنا طبيعي وبتعمل سيجرز وكده، فهنا الاربع ادويه دول انتي ابيليبتيك او انتي كونفالشنز، تمام. قلنا كربميزابين اللي هو تيجراتول وجابابنتين ولاموتريجين وتوبريميت، تمام. هنسكمهم كده، قلنا توبي من تحت لفوق، من تحت لفوق، توبي ولامو جابوا كارب، قلنا توبي توبراميت، تمام. قلنا لامو لاموترايزين، قلنا جابا بنتين، تمام، كارب كربامزابين، تمام. دي بتبقى انتي ابليبتيك وانتي كونفالجنس، تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نيجي على الكربامزابين اللي هي التيجراتول، الادفيرز افكت بتاعها بتسبريس الوايت بلاد سيلز، تمام، بتعمل ديزنس ودراونس، دراونسنس اللي هو دوخه يعني، وغثيان، تمام، وريش، وبتعمل ريش، وبتعمل ليفر توكسيستي، بتاثر على الليفر، تمام. الكربامزابين بتعمل بوم مارو سبريشن، تمام. الجابابنتين بتعمل هيديك وفاتيك واتاكسيا، التاكسيا اللي هو اختلال في الحركه، وديزنس وسيديشن وويت جين، كلهم دايما بيعملوا هيديك وسيديشن، تمام. تمام. وبتعمل بقى ايه الجابابنتين بقى، بعض بتعمل ويزدرول سيجر، تمام، اللي هي ضد السيجر، انتي 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 ايبيليبتيك او انتي كونفلشنز عشان ضد السيجر، فلما باجي يعني اشيلها مره واحده بتعمل ويزدرول، اعراض ويزدرول يعني، بتعمل ويزدرول سيجر، تمام. قلنا لاموترايجين بقى، قلنا لاميكتيل، لما بتعمل سيديشن، ديزنس، نوزيا، امسس، تقيؤ، ديبلوبيا اللي هو يشوف الحاجه، حاجتين يعني، تمام، اتاكسيا، اختلال في الحركه، هيديك وسليب استربشن. قلنا بيناين ريش بس مش مرضيه يعني، بيناين عادي، تمام. بتعمل بقى ايه برضو، ستيفن جونسون سندروم اللي هو ريسيما مالتي فورم، رسيمه مالتي فورم ميجور، لو احنا خدناها في الدرما. قلنا توبراميت اللي هو توباماكس، تمام، بتعمل نيفروليسيزس، بتعمل حصوات على الكلى، نيفروليسيزس، وسايكوموتور سلوينج، سايكوموتور اللي هنا بتاثر، هنا توبراميت بتاثر على الليفر وعلى الرينال، تمام، على الكدني يعني، بتعمل نيفروليسيزس وسايكوموتور سلوينج اللي هو السايكيك ستيت، الحاله النفسيه، والحاله النفسيه اللي بتاثر على السلوك زي ما احنا قلنا، تمام، بيحصل فيها سلوينج وسوميلانس اللي بتعمل سيديشن يعني، بيحصل نعاس، تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايه يعني، ايه الليثيوم ناخد بس نسكن كده، الليثيوم بيأثر على الكدني، الليثيوم بيأثر على الكدني، اما الصوديوم بيأثر على الليفر والبون مارو، تمام. قلنا الكربامزابين بيأثر على البون مارو بس، تمام. الجابابنتين بيعمل ويزدرول سيجر، اللاموترايجين بيعمل ستيفن جونسون سندروم، تمام. اما توبراميت بيأثر على الليفر والكدني بس، تمام، الليفر والكدني، الليفر والكدني، توبراميت، ليفر وكدني، اللاموترايجين، ستيفن جونسون سندروم اللي هو ريسيما مالتي فورم. قلنا جابابنتين بتعمل ويزدرول سيجر، الكربامزابين بتعمل بون مارو سبريشن، تمام. قلنا الصوديوم بقى، الصوديوم بتأثر على الليفر والبون مارو، الصوديوم ليفر وبون مارو، تمام. نيجي بس في الدوزس كده، حاجه مهمه بس في الليثيوم بتعمل ايه، لازم بقى ايه، لازم مصر بي ادجستد باي مونيتورنج سيرم ليفل، لازم نقيسه في السيرم ليفل ونحدد البيشنت ريسبونس عشان نشوف العلاج ده بيجيب نتيجه ولا لا، تمام. تمام. عشان ما ياثرش. واول ثلاثه بس بيعمل ايه، لازم بس ايه ادجستد، لازم اتابع النسبه بتاعتهم في السيرم بتاعنا، تمام. والجابابنتين واللاموترايجين وتورم نوت استابلش، مفيش لهم حاجه محدده يعني،
تمام. السايكو ثيرابي بقى، السايكو ثيرابي مش العلاج النفسي، مش افكتيف في تريتمنت، مش تريتمنت افكت لوحده يعني، هو لازم ياخد معاه ميديكيشن. بحاول ادي علاج نفسي، جلسات نفسيه مع الميديكيشن مع الدواء، عشان لازم يشتغلوا الاثنين مع بعض، عشان العلاج النفسي لوحده او الجلسات النفسيه لوحدها مش يعني ملاش افكت لوحدها، تمام. الاثنين بيكملوا بعض، تمام. والسايكو ثيرابي نوت ديورنج اتاك، طبيعي يعني مفيش مجال للسايكو ثيرابي ديورنج الاتاك، تمام. بعد الاتاك، ما بين الاتاك والتانية، بدي بحاول اهيئ نفسيا كده، تمام. وبدي ميديكيشن، لازم سايكو ثيرابي ولازم ميديكيشن سوا، تمام. تايبس اوف ثيرابي انكلود، قلنا كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، تاهيل عقلي، تمام. قلنا تاهيل، تمام. قلنا سي بي تي، تمام. قلنا سايكو اديوكيشن، بعلم الناس اللي حواليا، بعلم المريض واهله المرض واعراضه، عشان يبقوا ملمين بكل حاجه، عشان لو حصل اي حاجه يبقوا عارفين هيتصرفوا معاه ازاي. انتربرسونال سيلوبري ومالتي فاميلي سبورت جروب، زي جروبات الدعم يعني، تمام. قلنا سايكو اديوكيشن، ليرنينج ساين اند سيمتومز، بعلم المريض والفاميلي بتاعه والناس اللي حواليه المرض ده، وبعرفهم عنه، بعرفهم الساينز بتاعته والسيمتومز بتاعته بتاعت ديس اوردر اللي بيحصل، والحاجات اللي بتستحس المود، اللي بتستحسها وبتخلي المود يتغير، اللي هو ممكن تخلي اللي هو يدخل في مانيا او يدخل في ديبريشن او اي حاجه ثانيه او اي مرض ثاني يعني سايكوتك في ماشي بيأثر يعني. فنعرفهم الساينز والسيمتوم بتاعه. سايكو اديوكيشن مور يوسفول فور مانيا، تمام، لان المانيا بتبقى صعبه شويه، تمام. قلنا بينج ايبل تو ايدنتيفاي، تمام، ان هو يعرف الساين والسيمتوم بتاع المانيا، مهمه في انه هو ما يدخلش في فول بلون مانيك ابيسود، ان هو يدخل في نوبه مانيا مره واحده، تمام. يعني بتخليه ان هو ما يدخلش في نوبه مانيا مره واحده، تمام، تمام، بتمنعه ان هو يدخل في انفجار نوبه الهوس مره واحده. دلوقتي اكون خلصت السايكو اديوكيشن مهم، تمام، يعني كده قلنا سايكو ثيرابي، تمام، وسايكو اديوكيشن، كده اكون خلصت الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.